يعني أنا كأمين عام لحزب حركة الإرادة ممثلين في الجبهة هذه حضرنا الندوة الصحفية باعتبارنا يعني قبلنا هذه المبادرة وعبرنا على انخراطنا فيها. بالنسبة إلى موقفنا يعني المبدأ هو إطار الجبهة، يعني من أجل مناهضة الانقلاب لابد من رص الصفوف ولابد من أنه يكون الطائف السياسي وجميع المعارضين صفا واحدا. ذلك علاش في كل مرة حاولنا أن تكون الجبهة هذه الجبهة السياسية في مقابل التشتت اللي عرفناه بعد 25 جويلية. يعني حقيقة الجبهة هذه جت بعد 10 أشهر تقريبا من الانقلاب متأخرة نسبيا، لكنها يعني محمودة باعتباره أنه أخيرا فهمنا كسياسيين أنه اليوم الوقت وقت أن نتحد وأن نجتمع من أجل الصالح الوطني وأنه تشتتنا ما يخدم كان الانقلاب. شنو المنتظر يعني من الجبهة هذه؟ والله الجبهة هذه كما قلنا يعني هي جبهة خلاص وطن، يعني هي الاسم حمال للمضمون نتاعها. احنا نعتبر احنا ان اليوم حقيقة يعني في أزمة خانقة غير مسبوقة بلدنا على جميع الأصعدة، وخاصة يعني سياسية بالأساس انعكست على الاقتصاد وانعكست على الوضع الاجتماعي. لذلك أمام الأزمة هذه اللي تنظر يعني بالأسوأ، وما زلنا ربما يعني مش نمشيه نحو الأسوأ، قلنا أنه لابد من خلاص من هذه الوضعية. ذلك علاش كانت مبادرة أستاذ نجيب الشابي من أجل دعم كما قلت لرأس الصف المعارضة والدعوة إلى حوار وطني جامع لكل مناهضي الانقلاب، يعني مهما تعادت الأسقف. حتى احنا نعرف أنه بعد 25 جويلية هناك من يعني نعت ما حصل بأنه انقلاب واضح، وهناك من ربما يعني كان سقف أقل من ذلك قال نعم هو يعني هو تصحيح مسار، لكن تصحيح مسار بطريقة منفردة. يعني بعد 10 أشهر قلنا روحنا تقريبا نتلاقى في أنه ما حصل يوم 25 جويلية إن كان انقلابا أو تصحيح مسار اللي وصلنا له اليوم أنه قيس سعيد متفرد بالسلطة، وأنه قيس سعيد قاعد يرسي في دعائم الاستبداد، وأنه قيس سعيد قاعد يرسي في الجميع وهذا لا يخدم أحد. إذا بعد على الأرضية هذه كانت مبادرة الخلاص الوطني من أجل كما قلت دعوة إلى حوار وطني جامع يكون مخرجات نتاعه هي الخطة العامة من أجل خلاص البلاد ومن أجل إنقاذ.